بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم في الدرس الثاني عن تحليل المقدار الثلاثي على صورة المربع الكامل. لو احنا فاكرين احنا كنا 2 س ناقص 3 كل تربيع، هنفكها ازاي؟ يبقى الاولاني تربيع اللي هو 2 س كل تربيع، يبقى 4 س تربيع. طب الاخير تربيع زائد الاخير تربيع، 3 تربيع اللي هو سالب 3 كل تربيع اللي هي بكام؟ ب9. بعد كده بقول زائد ده في ده في ده، 2 في سالب 3 في 2 س، يبقى الكلام ده 4 س تربيع تنزل زي ما هي، ناقص 2 في سالب 3 في 2 هيطلع بكام؟ ب 12 س زائد 9. طيب تعالى نفك اللي بعدها. لو عايز افك 5 ص زائد 7 س تربيع، يبقى اقول الاولاني تربيع، يبقى ده 5 ص تربيع زائد الاخير تربيع اللي هو 7 س الكل تربيع زائد 2 في 7 س بخمسة صاد. خمسة صاد كل تربيع، خمسة تربيع ب25، والصاد تربيع بصاد تربيع، زائد سبعة تربيع ب49، وسين تربيع اللي هي بسين تربيع، اتنين في سبعة ب14، في خمسة ب70، سين في صاد يبقى سين صاد، ب25 صاد تربيع زائد 70 سين صاد زائد 49 سين تربيع. لو عايز افك س تربيع ناقص 5 م، لو عايز افك لام تربيع ناقص 5 م كل تربيع، تعال نفكها. اقول الاولاني تربيع اللي هو اللام تربيع كل تربيع زائد الاخير تربيع اللي هو سالب 5 م كل تربيع زائد 2 في سالب 5 م ده في ده في ده في ايه؟ في لام تربيع. لام تربيع كله اس 2 بلام اس 4 زائد 2 موجب في سالب بسالب، 2 في 5 ب10 في 1 ب10 م لام تربيع. سالب 5 كل تربيع ب25، وم تبقى م كل تربيع يبقى م تربيع، تطلع عندي كام؟ يبقى لام اس 4 ناقص 10 م لام تربيع زائد 25 م تربيع، يبقى لام اس 4 ناقص 10 لام تربيع م زائد 25 م تربيع. أنا لاحظت إيه؟ لاحظت إن الحد الأول والحد الأخير بيبقى عبارة عن مربع كامل، إنما الحد الأوسط ده بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن موجب أو سالب 2 في الجذر التربيعي للحد الأولاني في الجذر التربيعي للحد الثاني، تمام؟ يبقى لو انا عايز اجيب، يبقى لو عايز اجيب الحد الاوسط هيساوي ايه؟ هيساوي موجب او سالب 2 في الجذر التربيعي للحد الاولاني، موجب او سالب 2 في الجذر التربيعي للحد الاولاني في الجذر التربيعي للحد الثالث. احنا عندنا المقدار الثلاثي المربع الكامل بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن قوس كل تربيع، بيبقى عباره عن جذر الحد الاولاني زائد او ناقص جذر الحد الثالث الكل تربيع زائد او ناقص ده اللي هو حسب اشاره الاوسط. نجيب سؤال على طول. المقدار اللي عندي ده عايز افكه لمربع كامل، فبقول ان الاول ادي القوس عندي اهو الكل تربيع، جذر الحد الاولاني، الحد الاولاني اللي هو عندي 9 س تربيع، فبقول لزائد او ناقص اللي هو اشاره الحد الاوسط، اشاره الحد الاوسط دلوقتي عندي هنا سالب هتبقى هنا سالب. الاخير اللي هو الحد الثالث، جذر الحد الثالث اللي هو الجذر ال 25. ما عندنا ده يعتبر جذر تربيعي، جذر التربيع للتسعة كام؟ 3، وجذر التربيع للسين تربيع س ناقص، جذر التربيع ل25 ب5، والكلام ده عند القوس كل تربيع. يبقى إذا عندي التسعة س تربيع ناقص ال30 س زائد ال25 بتتفك لإيه؟ تتفك ل3 س ناقص 5 الكل تربيع. برضك لو عايز أفك المقدار اللي عندي ده لمربع كامل، يبقى الكلام ده عندي هيساوي قوس كل تربيع، جذر الاولاني اللي هو الجذر الحد الاول اللي هو جذر اللام اس 4 زائد او ناقص اللي هو عندي الوقت الحد الاوسط اللي هو شرط الحد الاوسط عندي هنا ايه؟ هنا موجب، تبقى هنا موجب، جذر الحد الثالث تربيع، جذر ال 49 م تربيع. الكلام ده في القوس كل تربيع. انا عندي الجذر التربيعي للام اس 4 بايه؟ بلام تربيع، زائد جذر 49 ب7
جذر التربيع الميم تربيع بميم، الكل تربيع. يبقى إذا المقدار اللي هو اللام أس 4، لام أس 4 زائد 14 لام تربيع ميم زائد 49 ميم تربيع بيساوي إيه؟ بيساوي لام تربيع زائد 7 ميم الكل أس 2. هنشوف سؤال تاني بيقول لي إيه؟ بيقول لي بين أيًا من المقادير الآتية يكون مربعًا كاملًا، ثم حدد المقدار الذي على صورة مربع كامل. أعطيني أول سؤال 25 س تربيع ناقص 30 س زائد 9. في الأول هشوف أنا عندي ال 25 س تربيع دي، 25 س تربيع دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 5 س الكل أس 2. طب بالنسبة للتسعة، التسعة عندي دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 3 أس 2. عندي كده يبقى كل من الحدين الأول والتالت إيه؟ مربع كامل. تعالى كده نشوف الأول، نشوف الحد الأوسط اللي هو بيساوي 2، الحد الأولاني اللي هو الخمسة س، في الحد التاني اللي هو التلاتة. 2 في 5 ب10 في 3 ب30، 30 س. والوقت الإشارة عندي سالبة، إذا عندي ده نفس إشارة الحد الأوسط اللي هو عندي السالب 30 س. طيب يبقى كده عندي ده مربع كامل، تمام؟ يبقى ده هفك المربع كامل عبارة عن ايه؟ عبارة عن 5 س ناقص 3 الكل تربيع، تمام؟ ثم الحظة عندي مهمة جدا، عشان يبقى في عندي المقدار ده عشان يبقى على صورة مربع كامل لازم أن تكون إشارة الحد المطلق ده لازم أن تكون موجبة. تعال نشوف كده هنا في السؤال ده، إلا لحظة، أعطيلي إن ميم تربيع زائد 4 ميم ناقص 4 ده مربع كامل؟ ده مش ليس مربع كامل. ليه؟ علشان الحد التالت ده أهو ماله؟ عندي جاي بالسالب. طيب شوف بعد كده السؤال اللي بعده إيه؟ أعطيلي 49 أ تربيع زائد 70 أ ب تربيع زائد 25 ب تربيع. تعالى كده الأول نشوف، أنا عندي 49 أ تربيع ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن 7 أ الكل تربيع. طب إحنا عندنا ال 25 الحد ده بالنسبة للحد الأولاني، تعال نجيب ال 25 ب ب أس 4 عبارة عن إيه؟ عبارة عن 5 ب تربيع الكل أس 2. إيه اللي لاحظته؟ لاحظت إن الحدين الأول والتالت عبارة عن إيه؟ عبارة عن مربع كامل. تعال نشوف كده الحد الأوسط، فلو ضربت 2 الحد الأولاني اللي هو 7 أ في الحد الثاني اللي هو 5 ب تربيع، 2 في 7 ب 14 في 5 عندي ب 70 و أ و ب تربيع. إيه اللي لاحظته؟ ده طلع لي نفس اللي في الأوسط، وعاطيني إن في الأوسط هنا موجب. طيب يبقى إذا عندي الحد الأول والثالث مربع كامل، والحد الأوسط طلع نفس الحد الأوسط، يبقى المقدار هقول إن المقدار ده ماله؟ عبارة عن مربع كامل. يبقى المقدار هيساوي ايه دلوقتي؟ هيساوي عند الحد الاولاني اللي هو 7 7 ايه؟ 7 الف، والحد الثاني 5 ب تربيع وكل تربيع، واشارة الحد الاوسط عندي هنا موجبة، تمام؟ تعال نشوف سؤال تاني، بيقول لي اكمل الحد الناقص في كل من المقادير الاتية ليكون المقدار مربعا كاملا، ثم حلل المقدار. هو عطيلي 4 ص تربيع زائد 121. انا عشان اجيب الحد الاوسط بجيبه ازاي؟ لو فاكرين الحد الاوسط كان بيساوي موجب او سالب 2 في جذر الحد الاول في جذر الحد الثالث. طيب يبقى موجب او سالب 2 هتيجي زي ما هي، جذر الحد الاولاني جذر الاربعه ص تربيع بايه؟ جذر الاربعه عندي ب2 والص تربيع جذرها بص، يبقى 2 ص في جذر الحد التالت. احنا عندنا الجذر ال 121 بكام؟ ب11. يبقى دي في كام؟ في 11. يبقى يساوي الكلام ده عندي كام؟ 2 في 2 ب4 في 11 ب44 ب44 ص. إذا عندي المقدار ده هيطلع كام؟ موجب أو سالب 44. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده،
أعطي لي 25 ألف تربيع ناقص 30 ألف، عايز يعرف يا زائد أو ناقص الحد التالت. أنا عشان أجيب، فاكرين الحد الأوسط كان بيساوي إيه الأول؟ تعال نجيب الحد الأوسط. الحد الأوسط كان بيساوي إيه؟ بيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول في جذر الحد الثالث. هو عطينا الحد الأوسط بكام؟ بسالب 30 ألف باء. هنا موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأولاني، جذر 25 ألف تربيع بإيه؟ جذر 25 بخمسة، وجذر الألف تربيع بألف، يبقى هنا 5 ألف في جذر الحد التالت. اقدر اطلع جذر الحد التالت دلوقتي؟ طلعه عادي، يبقى الكلام ده على الكلام ده. تعال نختصر كده الاول، على الاثنين فال واحد، على الاثنين فال 15، على الخمسه فال واحد، على الخمسه فال 3، الالف هتروح مع الالف. يبقى اذا جذر الحد التالت يبقى جذر الحد التالت هيساوي ايه؟ هيساوي عندي 3 سالب 3 باء. طب لو انا عايز اجيب الحد الثالث هربع، هقول بالتربيع. طب لما اعمل لما اربع ايه اللي هيحصل؟ يبقى الحد الثالث هيساوي ايه؟ هيساوي سالب 3 باء الكل تربيع. سالب 3 تربيع ب9، وباء تربيع باء اس 2، باء الكل اس 2 يبقى باء تربيع. يبقى الحد الثالث ده طلع كام؟ طلع عندي 9 باء تربيع، وهنا يبقى زائد. تعال نشوف سؤال تاني. بيقول لي باستخدام، عايز استخدام التحليل لتسهيل حساب قيمة، لتسهيل حساب قيمة 7.3 كل تربيع زائد 2 في 7.3 في 2.7 زائد 2.7 كل تربيع. ايه اللي لاحظته هنا؟ لاحظته هنا ان المقدار الاولاني كان تربيع، وان المقدار الاخير كان تربيع، وان المقدار اللي في الوسط، وان الحد. يبقى الحد الاول كان 7.3 كان مربع، والحد الأخير كان مربع، والحد الأوسط كان عبارة عن إيه؟ عبارة عن 2 في الحد الأولاني في الحد التالت. يبقى ده المقدار ده كان عبارة عن إيه؟ يبقى المقدار ده كان عبارة عن الحد الأولاني اللي هو 7.3 زائد الحد التاني اللي هو 2.7 الكل تربيع. طب هنا الإشارة زائد ليه؟ عشان إشارة الحد الأوسط هنا موجب. انا عندي 7.3 زائد 2.7 بكام؟ ب10 تربيع، وال10 تربيع عندي اللي هي 10 في 10 اللي هي تطلع عندك كام؟ ب100. في الاول هرتبها حسب قوة ص التنازلية، يبقى الستة ص اس 3 زائد ال24 ص تربيع زائد ال24 ص. اشوف كده الاول في عامل مشترك ينفع اخده في الاول. عندي هنا 6 وهنا 24 وهنا 24، ليه بقى لهم الثلاثة ايه؟ الستة. هنا ص أس 3 وهنا ص تربيع وهنا ص، يبقى اخد س 6 ص عامل مشترك. بقى لنا من الحد الاولاني ده ايه؟ 6 ص أس 3 لما اقسمها على 6 ص يبقى لنا ايه؟ 6 تروح مع الستة، والص تربيع على الص يبقى لنا ص تربيع. زائد ال 24 على الستة فيها الأربعة، والص تربيع على الص يبقى ص. زائد 24 ص على الستة ص يبقى كام؟ فيها الأربعة. المقدار ده عبارة عن ايه؟ ص تربيع ده عبارة عن ص الكل تربيع. طب والأربعة عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 الكل تربيع، والحد الأوسط ده عبارة عن 2 في الحد الأولاني في الحد الثالث اللي هو الاتنين. يبقى ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مربع كامل اللي هو الحد الأولاني الص والحد الثاني اللي هو الاتنين. يبقى الستة ص هتنزل زي ما هي، وده الحد الأولاني الص، وده الاتنين، وده الكل تربيع. والإشارة هنا عندي نفس إشارة الحد الأوسط اللي هي الإشارة الموجبة.